مدرسة فنية للفتيات تخدم قرية الصوامع والقرى المجاورة ليها، والمساحات موجودة والأرض مخصصة لذلك لكل هذه المشروعات. طريق صحراوي من طور الري إلى وجه حميرة على نظام الظهير الصحراوي لتسهيل التنقل داخل نجوع القرى. خمسة، إنشاء وإحلال ثلاث جبالي. تابعة لقرية نيل وهو نجع العريف ونجع أبو شاف. نمرة ثلاثة، تتكفل حياة كريمة بعمل الوصلات المنزلية من عند غرفة التفتيش الخاصة بالمنازل. تشغيل مبنى المطافي، تم بناء المبنى وتوجد به سيارة المطافي بالوحدة المحلية وكذلك المكاتب الإدارية، والتشغيل متوقف على توصيل المرافق اللي هي الكهرباء والمياه.